السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. بسم الله نبدأ درسنا اليوم بعنوان الهمزة المتطرفة على الألف، كتابتي صحيحة، همزة متطرفة على الألف. هيا ننتبه. نشاط المراجعة، أقرأ بعناية ثم أحدد الكلمات التي تحتوي على المقطع المشدد وأحدده. ينظف العمال المناطق والشوارع في همة ونشاط. طالع مقطع المشدد، النا مع الظاء. نظف كلمة العمال، طالع الماء. همة الهاء وحرف الماء، كما تعودنا أحباب المقطع المشدد يتكون من حرفين، ساكن ومتحرك. همة همة حرف مشدد، انتبه. أيها أحباب أقرأ، كلنا يعمل لتتقدم الكويت ويكتب اسمها بماء الذهب. كلنا مقطع المشدد، الكاف مع اللام. لتتقدم قد حرف المشدد، الداء المقطع، القاء مع حرف الداء. الذهب. مثال اللي بعد، عليه جسر جابر البحري علامة من علامات التطور. التطور، طالع المقطع المشدد، هو يحدد عليه في كلمة التطور، التاء حرف التاء. طالع يا أحباب اللام الشمسية في التطور، اللام الشمسية المقطع المشدد، الطاء مع الواو. طورا. هيا أحباب نقرأ هذه الجمل، نتعرف على الهمزة المتطرفة من خلال هذه الكلمات الملونة. نشأ محمد في أسرته، وبدأ حفظ القرآن صغيرا حتى أتمه. نشأ محمد، طالع الحرف المشدد، طالع الهمزة المتطرفة والحرف المشدد. محمد أسامة حرف مشدد في كلمة محمد، الماء. أحسنت، نبدأ بالهمزة المتطرفة يا أحباب. أسامة حدد، بسم الله، جاءت الهمزة في آخر الكلمة. نشأ فتحة وقبلها فتحة. بدأ الهمزة مفتوحة قبلها حرف مفتوح، وتسمى همزة متطرفة على الألف لأن آخر الكلمة على الألف. هيا نقرأ ونطبق ونحوط الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة ثم نكتبها في النقاط. ترس السفن الضخمة في مرفأ الشويخ. يا أحباب حوط، أين الكلمة؟ أحسنت، مرفأ. هيا علي، العدل مبدأ أساسي في الإسلام، أين الكلمة بها همزة متطرفة على الألف؟ أحسنت، مبدأ. حفظ الطالب سورة النبأ. النبأ، طالع أسامة، أين الهمزة المتطرفة في كلمة النبأ؟ الكل يطالع الهمزة المتطرفة على الألف، هذه الكلمات التي كتبت في النقاط، مبدأ، نبأ، مرفأ. استنتج من الكلمات السابقة ما يأتي يا أحباب، أنها كتبت الهمزة على الألف لأن حركة الحرف الذي قبلها فتحة. الهمزة المتطرفة، تدريب ثاني على الألف. أملأ الفراغات في الجملة التي بكلمات تنتهي بهمزة متطرفة على الألف. نقط علي، المسلم إلى الله بالدعاء. أحسنت، يلجأ. أحسنت، بعد ثار الموج في البحر ثم
أسامة. هدأ همزة متطرفة على الألف قبلها فتح. بعد حمد فهد فهد القصص في مكتبة المدرسة. يقرأ أحسنت يعني. يقرأ هيا نطالع يا أحباب ونأتي بكلمات نظائر للكلمة التي بها رسم الهمزة المتطرفة على الألف. يملأ هات نفس الكلمة يا أحباب. سبأ علي نبأ أحسنت أسامة. ينشأ أحسنت. هات كلمات بعد حمد. هيا أحباب أذكر جملا تبدأ بأفعال آتية. يبدأ العامل عمله في نشاط. يلجأ الطفل الأمي عند الخوف. يلجأ يبدأ ينشأ. هذه كلها كلمات بها همزة متطرفة على الألف. هذه أفعال آخرها همزة متطرفة على الألف لأن قبلها فتح. إلى هنا يا أحباب ننتهي من هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.